اتنين، رحيل الفنان الكبير محمود عبد العزيز مزيد من الانكسار في القوة الناعمة المصرية. كلنا صدمنا بفاجعة رحيل الفنان المبدع الأستاذ محمود عبد العزيز، ومصر كلها في حزن لفقيد هذا الفنان الكبير. ربطتني صداقة وطيدة بالأستاذ محمود عبد العزيز وبعائلته لسنوات طويلة، التقينا داخل وخارج مصر، ووثق من صداقتنا الراحل الكبير الدكتور أحمد زويل الذي كان صديقا أيضا للفنان الكبير محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز غير أنه هو الفنان الكبير والعظيم اللي ليه مكانة أسطورية لدى مشاهديه ومتابعيه، هو كمان الإنسان النبيل الرائع، وهو أيضا المثقف الكبير. محمود عبد العزيز كان بيقرأ الأدب رواية رواية وقصيدة قصيدة، وكان متابع ممتاز لما يصدر في المكتبات العربية. وكتير جدا كان محمود عبد العزيز بيقول لي على حركة الرواية، ويقول لي نصوص من روايات أراها، ويدي تقييماته للروايات العربية التي تصدر، سواء التي تحصل على جائزة أو التي لا تحصل. احنا بنفتقد محمود عبد العزيز، بننعيه لعائلته ومحبيه، والحقيقة ان احنا كل شوية بنلاقي خبر صادم مزيد من الانكسار في القوة الناعمة المصرية، ما يدفعنا إلى أننا لابد أن نبذل الجهد من أجل تجديد خلايا القوة الناعمة المصرية التي باتت تتآكل نجما وراء الآخر. رحم الله الفنان الكبير الأستاذ محمود عبد العزيز.